بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أقبل علينا شهر رمضان فياضا مليئا بالخيرات والبركات والنفحات والرحمات، وها هي أيام قد أوشكت على الرحيل ولم يتبقى منها إلا القليل، وحسبنا أن القليل الباقي فيه الخير الكثير. حسبنا أن ما بقي من هذا الشهر الفضيل ليال طيبة وأيام عظيمة نغتنمها جميعا في طاعة الله. حسبنا أن الأيام الباقية فيها خير ليلة وأفضل الليالي على الإطلاق، فيها ليلة ارتبطت فيها السماء بالأرض بالوحي الكريم والقرآن العظيم، ليلة نزل فيها القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسماها ربنا الليلة المباركة. قال القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة نزول القرآن، وهي ليلة القدر. ما أعذب وما أطيب هذه الليلة الكريمة، إنها ليلة تتنزل فيها الملائكة وتكثر فيها الرحمات، ويناجي فيها العباد ربهم وخالقهم، فيكون العطاء الوفير والخير الكثير. ولم لا، والقرآن الكريم يحدثنا عن فضلها ومكانتها، فيقول ربنا: ليلة القدر خير من ألف شهر. انظر أخي الكريم إلى هذه الليلة العظيمة التي جعل الله تبارك وتعالى ثواب الطاعة فيها يعدل ما يزيد على عمل الطاعة في أكثر من 83 سنة. إنها ليلة عظيمة، إنها ليلة كريمة، إنها ليلة التكريم والعطاء من الله جل وعلا. أنا وأنت أخي المسلم أمرنا بأن نغتنمها، أمرنا بأن نكتب أنفسنا فيها من أهل الفوز والنجاة، أمرنا بأن نغتنمها بالطاعة. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، ما عساني أن أفعل إن صادفت ليلة القدر؟ النبي يوجهنا إلى عمل يسير، يوجهنا إلى عمل سهل يسير، فيقول صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما أعذب هذه الكلمات، وما أيسرها، وما أسهلها. إنها كلمات نجلب بها الرحمات، إنها كلمات ننال بها ما عند الله من خيرات، كلمات أرجو من كل مسلم أن يكثر من ترديدها في هذه الليلة المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أسأل الله العلي القدير ألا يحرمنا ثواب هذه الليلة، وأن يبلغنا فضلها وخيرها، إنه نعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.